في برضو بنت 27/12 عايزة تعرف كل حاجة. 27/12 برج الجدي. اوكي. برج الجدي الفترة ديت عندهم تحس ان هم مش واقفين على الارض صلبة، في حيرة يعني، مع ان المفروض ان الفترة دي عندهم الاجواء حلوة جدا 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 جدا. بقول لهم لما ما تقعدوش مع ناس يدوك طاقة سلبية. بنات الجدي بالذات بقول لهم بلاش تقعدوا مع حد يقعدوا يشتكولكوا يشتكولكوا يشتكولكوا، انتوا بتاخدوا طاقة سلبية بتتقلب عليكم وما بتبقاش بتبقى ضدكم مش صالحكم. بس فما بنصحهمش ان هم يقعدوا مع حد يديهم طاقه سلبيه كتير، وخصوصا الناس اللي بتشتكي او الناس اللي بتدي طاقه سلبيه طول الوقت. بنصح اي حد عنده مشكله او هو موده مش حلو بلاش يقعد مع حد بيشتكي، علشان بيبقى هو ضعيف لما بيقعد مع حد مليان طاقه سلبيه بيضعف اكتر، بيمتص الطاقه السلبيه اسرع. بتبقى اسرع بالنسبه له من ان هو قوي. فاهمه قصدي؟ ايوه.